بالخير، نختتم معكم آخر حلقات هذا الأسبوع. والحقيقة إن طبيعة يوم الأربعاء إن الحلقة دي بتكون ملككم أنتم، بتاعتكم. ومن كل يعني وسائل التواصل ما بين فريق العمل في من القاهرة وحضراتكم، طرحتم علينا موضوع مهم، وربما تكون الصحافة المكتوبة سبقتنا ليه. الموضوع ببساطة حقنا في الشارع. عايزين نطلق معا حملة وهاشتاج يكون عنوانه الشارع لمين؟ الشارع لنا احنا الشعب المصري، ولا الشارع لمافيا ما يسمى بالمقاهي والكافي شوبس، ولا الشارع لكل يعني من يجد لديه سطوة في السيطرة عليه واللي يحوله كله الباركنج للعربيات. حلقات كتيرة من البحث عن ملكية الشارع المصري، هل تعود مرة أخرى لأصحابها، للمواطن اللي الشارع ده اتعمل علشان الشارع تمشي فيه العربيات والرصيف للمواطنين وبشكل يعيد هيبة الدولة؟ الحقيقة الموضوع كبير وهنفتحه من أكتر من زاوية، ويستحق أن أنا أتلقى منكم كل المكالمات والاتصالات والمداخلات اللي تخليني قادرة أتعامل مع الموضوع بالزوايا الحقيقية. لأن حق المواطن في أنه يكون عنده مكان يمارس فيه نشاط اجتماعي ده حق ما عندناش فيه مشكلة، لكن كمان حق المواطن في البحث داخل المحليات التابعة للمحافظات في توزيع النشاط الاجتماعي ده، هل كل الأماكن صالحة للحصول على تراخيص أم لا؟ هل كل الأدوار الأرضية من حقها تتقلب بقدرة قادر لمقهى؟ الموضوع يستحق، وهنكتشف أن في أشياء مهمة بالفعل. لكن خلوني وبطبيعة الحال في من القاهرة قبل ما أديكم الحق ده أقول لكم إيه اللي أنا عايزة ألفت نظركم ليه النهاردة مع نهاية الأسبوع. الحقيقة إن النهاردة الأربع ده اليوم اللي الجلسة بتاعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منعقدة، وإن كان نشاطها وجلساتها توالت منذ بداية الأسبوع. الجلسة دي مخصصة بطلب من عدد كبير جدا من الدول للنظر في ملف حقوق الإنسان في مصر. المهم إن المجلس ده لو كنا بنقول إنه في السابق كان في 51 دولة فقط هي اللي طلبت في 2010 مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تخيلوا في الدورة دي في 125 دولة سجلت رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات لمصر. أنا هنا قبل ما أروح أسمع من المتخصصين لازم أقول لحضراتكم وإحنا معنونين من بداية الأسبوع إن الحرب، مصر في قلب الحرب، وإنه في قلب هذه الحرب سوف تتنوع الجبهات والمنظمات الدولية والوكلاء في الداخل والنشطاء اللي بيتحركوا في العواصم، كلها سميناها معا حرب الفقاقيع، جمع فقيعة. ليه؟ لأن كل مكان حيقدر يشكل حالة من الصراخ والهستيريا لهذا الشعب بحيث نقدر نتوزع، نحس ان احنا مشتتين، مطلوب نرد في اكتر من جبهة. ايه المطلوب؟ ليه؟ وايه دور المنظمات الدولية اللي ما بنسمع لهاش صوت ابدا لما يموت لينا شهداء لجنود مصريين ما همش في ارض المعركة؟ ما بنسمعش اصوات ادانة. ليه ما بنسمعش من هذه المنظمات الدولية اللي اصواتها عندما تكون اداة ضمن التحالف الدولي، مش التحالف ضد داعش، لا، التحالف الدولي اللي بتقوده الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة تقسيم المنطقة. خلوني أطرح الموضوع على الأستاذ شادي عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني أستاذ شادي، هذه الجلسة المخصصة يعني توجيه أسئلة وإصدار توصيات للدولة المصرية من 152 دولة، إيه الداعي لده؟ هل فعلا إحنا قدام لحظة بتعلم فيها المنظمات الدولية بشكل مباشر أنها تسيس المواقف الحقوقية؟ أولا مساء الخير عليك أستاذ أماني. مساء الخير. بداية كده بس عشان يبقى الصورة واضحة أكتر،
التقرير الدوري ده ما يسمى بتقرير اليو بي ار، ده التقرير الدوري بتقوم به الدول الاعضاء في المجلس الدولي لحقوق الانسان. مصر كانت قدمت التقرير السابق ليها في 2010، وده الموعد الطبيعي للتقرير الثاني اللي بتقدمه الحكومه المصريه. تمام. عشان بس الناس تفهم اكتر ايه المقصود بالتقرير الدوري، هو عباره عن تقرير بتقدمه حكومات دول العالم كلها الاعضاء في المجلس. بتشرح فيه وضعيه او حاله حقوق الانسان في دولتها على مدار 4 سنوات متكامله، وبتقول ايه اللي حققته من انجازات او ايه هي الاخفاقات اللي عندها وايه هي وعودها في المرحله الجايه. تمام. حسب اهتمام الدول الاعضاء في المناقشات، يعني مش كل التقارير بيتم مناقشتها من كل دول الاعضاء، لكن حسب اهتمام الدول الاعضاء بالدوله العضو او الدوله الطرف اللي هتقدم تقريرها بيكون هناك مناقشات او اطلاع على التقرير ومناقشته. كمان المنظمات الحقوقيه اللي في الدوله اللي هتقدم تقريرها هي الاخرى بتقدم حاجه اسمها تقرير الظل او التقرير الموازي. وده بيكون عن تقرير موجز صغير وبتقدمه وبتقول هي الاخرى استعراضها لهذه التقارير. المسؤول في مصر عن انشاء هذا التقرير هو المجلس القومي لحقوق الانسان، وهي المجالس الوطنيه في كل دول العالم هي اللي بتعمل هذه التقرير الموازي. لا، التقرير الرسمي من الدولة عن طريق المجلس الدولي القومي لحقوق الإنسان، ثم التقرير الموازي أو تقرير الظل بيكون عن طريق المنظمات المجتمع المدني العادية. طب إحنا في الحالة المصرية هيتقدم التقريرين، تقرير رسمي اللي هو تقرير التقرير اللي بيمثل الحكومة المصرية، الحكومة المصرية يعني، والتقرير الموازي مين بقى السنة دي اللي مقدمه؟ والله هي بيكون مش منظمه واحده، ولكن بيكون تحالف منظمات. يعني عندنا التحالف الابرز هو مركز القاهره لحقوق الانسان، ده مقدم التقرير الظل الموازي. كان في عندنا برضو بيقدم تقرير موازي مؤسسه ماعت للسلام والتنميه، في عندنا بشراكه مع جمعيه حقوق الانسان باسيوط بيقدموا تقرير موازيه. دي الاسامي الابرز اللي على طيب مهم نعرف مين اللي بيختار يعني التقرير الموازي. يعني حضرتك بتقول انه بشكل ما كده يعني مركز القاهرة لحقوق الإنسان بيبقى هو دايما موجود في التقرير الموازي، ليه؟ عشان المنظمة تقدر تقدم تقرير موازي لازم تكون حاصلة على حاجة اسمها الصفة الاستشارية بمجلس المفوض الاجتماع في الأمم المتحدة. يعني باخد حاجة اسمها الصفة الاستشارية، ده عبارة عن بيتم تقديم طلبات واتفاق بعض البنود والشروط من قبل الامم المتحده في المجلس الفوري الاجتماعي الخاص بيها، والمجلس بيدي الصفه الاستشاريه للمنظمات. المنظمات دي بموجب هذه الصفه بتنشئ تحالف مع مجموعه منظمات اخرى، وعن طريق المنظمه اللي واخده الصفه الاستشاريه والدوله لا يحق لها الاعتراض على ده، لانه على سبيل المثال مركز القاهره لحقوق الانسان كان في بعض الملاحظات اللي قيلت من هنا او هناك وفقا لتقارير اعلاميه على يعني المركز وعلاقات المركز، ويعني وجود شخصية أجنبية ضمن زوجات أصحاب المركز. يعني كان في بعض التقارير الإعلامية اللي سجلت ملاحظات على مركز القاهرة لحقوق الإنسان، هل الدولة المصرية يحق لها أنها تقول من منظمات الغير الحكومية يعني المنظمات الحقوقية دي مثلا مش عايزين فلان عايزين فلان؟ لا، هي ما بتقولش احنا عايزين فلان او مش عايزينه. يعني ده الدول الاعضاء ملهاش ان هي تقول ان انا مش عايزه منظمه سين او صاد ان هي تتكلم على الحاله، لكن ما يقدم من الدول الاعضاء تقارير مستفيضه كبيره، وما يقدم للمنظمات هو عباره عن 5 صفحات لا اكثر، تقارير مقتضبه جدا للغايه. ثم ان اي اي اعتراض بيظهر من المنظمات الحقوقيه بيحق للدول انها ترد عليه تفصيلا، وان هي توضح الرؤيه العامه للمجلس. يعني لو افترضنا مثلا ان التقرير المجلس القومي تقرير مركز القاهره بيتكلم على ان في انتهاك سين حدث في مصر، بيحق للحكومه المصريه انها تعاقب وتقول ايه الاحداث دي ايه وما اتخذته من اجراءات لمقاومه هذا الانتهاك ان وجد او لم يوجد. طيب. وهل عقبه المنتهك ام لا؟ طيب احنا معنيين اكتر بان
بالقياس بأحداث مهمة جدا كانت تستحق صدور بيانات، سواء من يعني المجلس بتاع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو من الأمم المتحدة نفسها، لكن ما لاحظناش إن ده بيحصل. هل بتستشعر إن يكون في عندنا 152 بيطالبوا بتوجيه أسئلة وتوصيات، هل هذا يعني أن المشهد المصري ما زال في بؤرة الاهتمام العالمية ولكن بالمعنى المسيس وليس بالمعنى الحقوقي؟ هنا في شقين في الموضوع دوت. الشق الاولاني ان مصر هي دوله من الدول ذات العيار الثقيل اللي ما ينفعش تغيب عن الصوره في اي لحظه. الشق الثاني ان احنا على مدار السنتين او السنه اللي ماضيه بالكامل كان هناك حمله اعلاميه ماجوره مدفوعه الثمن، بمعنى كلمه ماجوره هي مدفوعه الثمن، من قيادات الاخوان المسلمين في الخارج، والحمله دي كانت قايمه على الملف، جزء منه على الملف السياسي وجزء منه على ملف حقوقي. فالحمله دي بالطبيعي ان هي هيكون ليها صدى، في جزء من الصدى تلاشى في زياره الرئيس الولايات المتحده الامريكيه، والجزء المتبقي منه بيظهر زخمه في هذه التقارير. يعني توقعاتك ولو في كلمه كده سريعه، ده جزء مما اسميناه في من القاهره يعني حرب كده تشتتنا، يعني ان يبقى عندنا جبهات كتيره قوي مطلوب نبقى موجودين ونرد فيها. بالنسبه هو طبعا هو اوريدي انت في عندك بيبقى في اكتر من جبهه تتعاملي معاها في وقت واحد، ده شيء طبيعي ومنطقي. واعتقد ان لما انا بنحط كل شخص في المكان المناسب فيه فده بيؤدي بالفعل ان انت بتسدي الفراغات دي او الجبهات دي واحده ورا الثانيه، ده من ناحيه. من ناحية تانية هذا الاستعراض الدوري بيكون عبارة عن مجموعة من التوصيات بتصدر للدول وبتتعامل معاها. اعتقد ان على الشكل الواضح حتى الان ان في نيات من قبل الحكومة المصرية لتبني مجموعة من الملفات. على سبيل المثال حتى في تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان اصدر مجموعة من التوصيات فيما يخص ملفات حقوق الصلاة الاجتماعية، فيما يخص ملفات خاصه بحريه تكوين الجمعيات الاهليه او التنظيم، بعض الامور المتعلقه بعض الامور المتعلقه بهذا النشاط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المدير التنفيذي لمكتب الحق للديمقراطيه وحقوق الانسان الاستاذ شادي عبد الكريم. طيب خلوني بقى ارجع لموضوع الحلقه بتاعتنا المقاهي. الحقيقه ان الاسئله اللي انا عايزه احطها قدام حضراتكم واللي انا معنيه بيها، المصريين بيتعاملوا مع المقهى اللي اتنقل من الثقافات وتحديدا الثقافة الفرنسية بحسب اللي جه في كتاب وصف مصر، بيتعاملوا معها انه مكان ده للراحة ولا مكان لإهدار الوقت؟ يعني ممكن نلتقي في ساعات الراحة من العمل او بعد انتهاء يوم من العمل، ولا القهوة اتحولت بقدرة قادر ضمن اشياء كتيرة بتتشوه عندنا هنا في بلدنا وبإيدينا إنها مكان لإضاعة الوقت، مكان لنقل العادات السيئة، يعني مكان لإهدار المال، أشياء من هذا النوع؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، هل المقهى بتشكل النادي الرخيص لأبناء الشعب الغير قادرين على الالتحاق بالنوادي الاجتماعية اللي أصبحت دخولها بالآلاف؟ طب هل الدولة لا ترى هذا الجزء ضمن منظومة الأمن المجتمعي للبلد؟ يعني احنا هنحافظ على فروق طبقية في ان احنا نعمل لهم متنفس في أهاوي غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة ولا حتى الأمور الصحية؟ نشوف الناحية التانية، هل مسموح لأصحاب النوادي فقط إن هم دول اللي يبقوا عندهم الشمس والهواء والمية والكلام ده كله ويبقوا خاضعين للإشراف الصحي؟ مين اللي بيدي الحق إن يتم عمل ولعة بالفحم ويبقى في عربيات ركنة وإحنا بنقول إن إحنا دولة بتعاني من الإرهاب؟ طيب هل المطلوب إن الجميع يعني بيغض الطرف ولما ننزل حملة غريبة عجيبة كما لو كنا رايحين معركة؟ ده كمان سؤال مطروح. هل مقبول ان احنا ناخد معانا شرطة المرافق وناخد معانا مدير الامن وناخد معانا المحليات وناخد معانا حد من المحافظة
ليه هي هيبة الدولة المصرية راحت فين؟ هو المطلوب ان احنا نسجل المخالفة وفورا يتم تفعيلها بان في غرامة تخلي اللي ارتكب هذه المخالفة يخضع لسلطة القانون؟ ليه بنعملها بهذا الشكل المظهرجي الذي لا يؤدي الى شيء؟ تعالوا أوريكم عينة من الشارع المصري إزاي تعاملت مع هذه الظاهرة في السؤال المفتوح، السؤال الغير محدد، لكن هنتظر من حضراتكم كل التواصل في الإجابة على الأسئلة اللي طرحناها. تعالوا نبص مع بعض. أنا ما بحبش قعدة القهوة، معلش. أنا في ناس تحب قعدة القهوة وفي ناس ما تحبهاش. أنا من صغري وأنا ما بحبش قعدة القهوة، مضيعة للوقت. هي فعلا الكافيهات زادت عددها كتير، بس يعني عادي، يعني لأن ما فيش شغل تقريبا، فالناس بتنزل تقعد على الكافيه بترفه من نفسها يعني. خلصنا شغل، جينا من الشغل قاعدين نسمع ماتش، نلعب طاولة، دومنا، أي حاجة. أنا بعد الشغل سواء خرج ماتش الأهلي، يعني أشرب شاي بتاع، ألعب دومنا زي ما أنت شايف كده. والله أنا خلصت الشيفت بتاعي وبروح البيت مثلا الغدا بتاعه كده، وبنزل مثلا يعني أتهوى عن جو البيت وكده ساعتين ساعة وأطلع تاني يعني عادي. يعني ما انت مش هتفضل محبوس في البيت برضه طول النهار يعني، ولا في الشغل طول النهار. والله هو ظروف البلد حاليا برضه مش كويسه، بالنسبه لان احنا لسه طالعين من ثوره وطالعين من الاخوان والكلام دوت، وداخلين على مرحله جديده طبعا مع الرئيس اللي ماسكنا، وبنقول يا رب كرمنا والدنيا تتعدل عشان الشباب تلاقي شغل وتلاقي حاجه تعملها في البلد. بس بالتالي طبعا الشباب النهارده الشغل قليل. مقهى كبير لان مفيش عمل، مفيش عمل للشباب. الشاب مش لاقي انتاج عمل، مش لاقي اي حاجه، قاعد في الشارع، قاعد في البيت بيعمل مشاكل، بيتعرض لشرب مخدرات، بيتعرض لشرب يعني اخطاء عايشها في الحياه. فهو بينزل الشارع ليه؟ بيقعد في الشارع ليه؟ ما احنا لازم نرجع نقول له انت قاعد ليه في الشارع؟ فين المجال اللي يخليك ما تقعدش في الشارع؟ مفيش مجال. قعده البيت بتبقى قعده اسريه، تقعد مع اهلك، لكن بقى قعده القهوه مع اصحابك الشله بقى تقعدوا تهزروا وتشربوا حاجه بتاع. طيب بتمنى طبعا ان انا دايما اجي لكم بالخير. العينه برغم التباين الكتير في الاراء والمواقف من الجميع، لكن من الواضح ان المصريين بيعيشوا اللحظه، هما بيفكروش كويس ومش قلقين نفسهم بانه هو بيعتدي على الرصيف لحد فين. كلهم راحوا لفكره هو احنا من حقنا القهوه ولا لا، مع ان مفيش حد ينكر على الانسان حقه في الراحه واختيار الطريقه اللي بيرتاح بيها طالما لا يعني يحدث أضرار بالآخرين ولا بالمجتمع. لكن في الحالة بتاعتنا إحنا مشكلتنا إنه عندنا كافيهات، عندنا مقاهي، ولا مشكلتنا في التعديات، في كسر هيبة الدولة، في استخدام الغير مملوك ليك علشان تبتز به الواقع؟ المشكلة في سكة تانية. لكن كل المصريين اللي زميلنا اتقابل معاهم راحوا للمسألة من وجهة النظر، وده جزء أعتقد من الأزمة اللي احنا بنعيشها. على طول مستعجلين نقول وجهة نظرنا من غير ما نركز هل المسألة في إن احنا مع فكرة وجود مقاهي من عدمها؟ لا، احنا مع فكرة وجود مقاهي ونوادي اجتماعية وكل وسائل الترفيه عن المواطن المصري وعن الإنسان، لكن في الأوضاع الطبيعية وجود مقهى يعني وجود ترخيص، وجود مقهى بترخيص يعني مع الحفاظ على حق الغير في استخدام الرصيف، مع الحفاظ بوجود مساحة في الشارع لسير العربيات اللي هو الهدف الأساسي للشارع. هل ده معمول بيه ولا لا؟ خلوني أبدأ أسمع من حضراتكم. معانا الأستاذة يمنى من الجيزة. أستاذة يمنى، أهلا بك يا مدام. أهلا بحضرتك. ظاهرة المقاهي اللي تعدت على الأرصفة وعلى الشارع وعربيات بتركن صفين وشباب تحت السن بيقعدوا بيستخدموا الشيشة وغيرها أشياء كتير، عايزة أسمع رأي حضرتك في الظاهرة دي. هو بس الفكرة إن القهوة دلوقتي ما بقتش بتأذي بس اللي قاعد عليها، إن هي بتأذي صحته ولا بتهدر في وقته، لا بتأذيني أنا اللي ماشية في الشارع.
بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا واحده من الناس اللي بضطر الف في راسي بالرقاء الصالح علشان لو انا جايه من اول الشارع عشان ما اضطرش ان انا اعدي من قدام القهوه عشان اوصل للعماره بتاعتي. يعني انا الشارع اللي انا ساكنه فيه فيه بالظبط حوالي 5 قهاوي، تمام؟ فانا مش هضطر ان انا امشي في قدام القهوه، وطبعا في معاكسات وبتشمي روايح الحشيش اللي بقى علني على فكره، وفي عز الظهر بيتشرب على القهوه، ما بقاش فيه لكسوف ولا خايف من رقابه. لدرجه ان القهوه كمان يعني ما بقاش بس القهوه عباره عن المحل او المكان اللي متاجر فيه القهوه، لا، القهوه دي بقت عباره عن الرصيف اللي قدام القهوه والرصيف اللي على الصف التاني من القهوه وفوق الرصيف وتحت الرصيف. فبالتالي انا مش هعرف امشي خلاص على حاجه اسمها اهدروا حق المواطن في المشي. بالظبط. الكارثه بقى يعني انا ما تقنعنيش ان الخمس قهاوي اللي في الشارع دول واخدين ترخيص لسبب. مثلا في مستشفى تمام، وعادي جدا ان انت تقفي في شباك المستشفى لو انت في العياده خارجيه مثلا او في اوضه عند مريض او كده وتشمي ريحه الدخان طالعه لك. ليه؟ لان القهاوي البهوات قاعدين تحت المستشفى تحت الرصيف. انا مثلا ما اقدرش ادخل الصيدليه اللي في الشارع عندي اللي بعديه بعماره عشان اشتري حاجه لو انا معديه قدامها، بضطر لما اطلع اتصل يجيبوا لي الدواء عشان انا مكسوفه ادخل عشان في الناس قاعده. الكارثه بتاعت قدام الصيدليه. مش عايز اقول لك الشارع بيبقى ما جربتيش حضرتك في الشارع ده ان انت تتواصلي مع المحليات مع المحافظه؟ يعني نسال ليه في كده الناس مغمضه عينيها ومش شايفه؟ بصراحه انا ما حاولتش يعني ما عرفتش اعمل حاجه زي كده، بس متأذيه وما اعرفش والله اعلم. يعني ممكن يا رب يكون ظني غلط يعني، بس من كتر بقولك يعني ما فيش عربيه اسعاف بتعرف تقف في المستشفى دي. ما فيش واحد لو جاي بتاكسي. انا على نفسي لما باجي ادخل الشارع بيفضل السواق تاكسي يتخانق معايا بس عشان كميه المطبات اللي في الشارع. ليه؟ لان كل قهوه عامله قدامها مطب واتنين عشان تهدي اكيد. ف يعني مش عارفه يعني انا اقدر اشعر شعورك، لانه الحقيقه وانا بشكرك شكرا جزيلا استاذه يمنى. انا نفسي اسال سؤال لكل يعني المسؤولين عن الشارع في مصر وعن حق المواطن في رصيف امن. انتوا عارفين يعني ايه حق المواطن في الرصيف؟ فكرنا فيها. انا اعتقد ان ان الاوان، وده جزء من مشروع تغيير المواطن المصري، ان احنا نسترد حقنا في الرصيف، حقنا في ان احنا نمشي، حقنا في ان انا اوصل لمدخل بيتي بشكل ادمي. والاهم من ده، هل المرور واعي زي ما هو مشغول قوي بانه ياخد مخالفات للعربيات اللي بتخالف، للناس اللي احتلت الشارع وعملت ركنه وركنت وصف وصفين دون اي انتباه؟ الحقيقه هيفضل طول الحلقه السؤال ده شغلني. هي الدوله شايفه؟ طب لو هي شايفه هل هي تتعامل، ولا هي شايفة وعندها أولويات، ولا هي شايفة ومش قادرة تتعامل، ولا المحليات مليئة بالخلايا النائمة ومحتاجة حد يهزها، حد يرجها رج كبير. خلوني أسمع كمان من مدام فيفي أيضا من الجيزة. مدام فيفي. أيوة حبيبتي، السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك؟ إزيك مدام أمان، يا أخبار حضرتك إيه؟ هو انا بس في الاول بعد اذن حضرتك ممكن اطلب منك انك انت تسمحي لنا بس نطلب من رئيس القناه ان هو يمد الفتره بتاعت حضرتك او يطول مده العرض بعد اذنك، يعني انت شخصيا يعني. يا رب ان شاء الله يسمح حضرتك. انا سمعت ان السيده يمنى او من الانسه يمنى تفكيرها في المقاهي بصوره سلبيه شويه. ليه؟ هي بصت لها من وجهه نظرها هي الشخصيه انها الرصيف وانها مش عارفه تعدي. احنا بنبص لها من منطلق تاني خالص، ان دي فعلا يا مدام اماني ده امن قومي، ده بيدمر لك شباب يا مدام اماني في الشرب يا مدام اماني وسطها لغايه الصبح. احنا بنتكلم في الموضوع من ناحيه ايجابيه ولا بنتكلم لمجرد ان احنا عايزين نتكلم؟ لا خليني، انا مش هحمل المرور ومش هحمل الداخليه، انا هحمل الاهالي وهحمل المحافظ بتاعنا اللي هو شايف، لان المباني دي والقهاوي دي قدام المحافظه. في الجيزه، في الجيزه المقا 50 متر. في الجيزه المقاهي قدام المحافظه، يعني المحافظه شايفها. بينها وبين المحافظه 50 متر، صدقيني ما يجيش 100 متر اصلا. يعني هو رايح جاي عليها وعارف مدى خطورتها وعارف الاشكال اللي بتقعد عليها يا مدام امان. انت ليه قلتي ان ده اهدار للقوه الشبابيه في السكان، اهدار للامن القومي؟ ايوه ليه؟ لان اللي بيقعد عليها ايه؟ المرحله العمريه اللي من كام؟ من 16 ل 25 30 40 سنه. ماشي، الدولة مش قادرة تشغلهم، يقوموا بيعملوا ايه؟ بيسهروا. بيجي واحد يديهم مشروبات، اوكي؟ مش عارف بعد كده تاني يوم يجيب المشروب منين؟
يا هيسرق شنطتي وانا ماشيه، يا هيغتصب اي حد ويسرق ويعمل اي حاجه تانية. انت بتدمري لي جيل كامل يا مدام اماني. يا مدام اماني فين المحافظ بتاعنا؟ فين وهو شايف رايح وجاي كل يوم يعمل شو اعلامي؟ النهارده في ميدان الجيزه هو معظم حضرتك ما تغيرش فيه حاجه. طيب انا اتمنى مجموعات، وبعدين برضه بيهدر مال عامل فك بتاع القهاوي دي كانها اكساك شغل فيها الشباب، اعمل لهم اي دوره تثقيفيه، اعمل لهم اي حاجه تشدهم، اعمل لهم مجموعات عمل. يعني هم محتاجين حد يطبطب عليهم برضه. هم تايهين مش عارفين يمد ايدهم، مين يمد ايدهم لمين يا مدام اماني؟ طب ليه على طول الشر بيجي لهم؟ طب في رايك ليه الام والاب ما بيقوموش بهذا الدور؟ طب ما تيجي نجنب الام والاب ونقوم احنا كناس بقى في المكان نفسه او في موقع نفسه او في المنطقه نفسها ونمد لهم ايدينا ونقول لهم يا جماعه تعالوا ناخد حاجه ايجابيه. نعمل ايه؟ تعالوا ننظف المنطقه دي، تعالوا نشغلكم في المكان ده، هم محتاجين حد. انت متخيله لو قلتي للشباب قوموا ننظف المنطقه هيقوموا معاكي؟ بس مش لوحدي، لان هم برضو مش هي... انا يا مدام اماني رحت الهيئه نظافه، الهيئه العامه للنظافه والتجميل، ورحت للمحافظ ورفضوا يدخلونا يا مدام اماني. ده احنا عملنا يا مدام اماني موال ونقول لهم طب اعملوها اكشاك، يقول لك لا اصل احنا هنهدها عشان نعمل محور. الكلام ده بقالنا فيه سنه والعمليه بتزيد. طيب هم عايزين ايه؟ احنا نقف في ظهر الراجل اللي احنا استدعيناه؟ نقف وراه بجد ولا بنقف وراه كلام؟ مين الراجل تقصدي؟ على الرئيس السيسي، مش احنا استدعيناه عشان يمسك الدوله؟ المفروض نخليه البنيه بتاعته الاساسيه دي جامده ولا هنخليها بس بالكلام؟ لو تفتكري الاستاذ اسامه الدليل اتكلم عن انه مفروض كل اللي عايزين يهدوا الدوله دي عايزين يربكونا، عايزين يعني يرقعونا. ما هو بيشدك لكده، هو بيبوظ لك يا مدام اماني الثمان خلايا اللي قبضوا عليهم. بصي حضرتك للمرحله العمريه، بصي لها كويس قوي يا مدام اماني. دي حاجه تحسر القلب. انا بشكرك. بيدمر لي ليه شبابي؟ بيدمر. وبعدين نيجي للمرحله العمريه مثلا حضرتك اللي هي من 35 ل 45 سنه. احنا قلنا يا جماعه دول وظفوهم ادوهم شقق، المهم لان العمر الافتراضي بتاعهم بيقل. ومش ذنبهم الحكومات اللي عدت يعني اكلت حقهم. تعالي شوفي بقى اي اعلان على الناس كلها وظائف مهنيه، كلها اعمال مهنيه. طب يا جماعه انتوا بتضحكوا على الناس دي بتحبطوها؟ ما هم دول من ضمن الشباب برضه يا مدام اماني. انا مبسوطه جدا من يعني قدره حضرتك على رصد الظاهره بهذه الطريقه، وبشكرك شكرا جزيلا مدام فيفي. وخليني بس اوضح جزء، أستاذة يمنى اتكلمت من وجهة النظر بإجابات محددة، بس ما فيش تعارض ما بين اللي قالته أستاذة يمنى ولا مدام فيفي من وجهة نظري. أنا قدرت أفهم منها كويس قوي حقها في الرصيف، وحقها أنها تدخل بوابة العمارة اللي هي ساكنة فيها بشكل آدمي، وقدرت كمان أشوف الزاوية الأوسع أو الأكبر اللي مدام فيفي اتكلمت عنها، فكرة إهدار أهم عنصر في القوة السكانية المصرية اللي هو العنصر الشاب. طب خلوني أسمع من الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد هي فندم، يعني عندي وجهات نظر مختلفة. حضرتك بتقرأ ظاهرة انتشار الكافيهات والمقاهي بأي طريق؟ هو حضرتك المفروض يعني دي يعني بت 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 يعني بضيع فيها وقت، بس لو عندي وقت غير كده المفروض أصلا ما أقعدش عليها. ده معناه ايه يعني؟ انه مين المسؤول ان انت بتضيع وقتك فيها؟ لا انا مش حد مسؤول عن حاجه معينه، بس هي ظاهره اصلا يعني ما بقتش طبيعيه. بمعنى ان احنا في شباب كتير جدا بيبقوا قاعدين في الشارع من بدري. يعني ممكن يكون مزوغ من المدرسه، ممكن يكون سايب شغله، ممكن يكون يعني مزوغ من دراسته عامه ويبقى قاعد على القهوه من صباحيه ربنا، وطبعا دي ظاهره مش طبيعيه. طيب احمد خليني اسالك بشكل مباشر، ما عنديش تمام. مشكله لو واحد دماغه بهذه التركيبه، ويعني كل الناس اللي بتخلطه من اسره من اصدقاء، يعني هو مش قادر يفوق من الاستفاده من وقته بشكل افضل، لكن ليه تعتدي على الاخرين؟ ليه المقهى ده او الكافيه ده بياخد الرصيف وينزل من على الرصيف ويبقى من حقهم الركنه، والركنه تبقى صف وتبقى صفين؟ مش ده اعتداء على الاخر؟ انا معاكي بكل جوارحي ان ده بيبقى اعتداء على حقوق الناس الاخرين، ان هي فعلا بيركن صف اول وصف تاني
وبيوقف شوارع يعني هو لو طال يوقف الشارع كامل هيعملها عشان يبقى الـ 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 يعني الترابيزات بتاعته مفروشة عشان تاخد عدد زيادة. طيب. طبعا دي ظاهرة مش كويسة. يعني أنا بشكرك لأنك الحقيقة نموذج إيجابي وأنا كنت مستنية أسمع ردود مختلفة، لكن كمان أنا معنية أكتر إن أنا أشوف إيه حقنا كمواطنين في استعادة الرصيف. بشكرك شكرا جزيلا أحمد من القاهرة، وهنروح لسيادة اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية. سيادة اللواء، يعني الجميع متفق على إن في ظاهرة تفشت لأسباب كتيرة، في كثرة المقاهي الكافيهات وفي أماكن ذات طبيعة سكانية، وده بيطرح سؤال: هل لدينا مراجعة لعملية التراخيص؟ يعني هل مسموح بالأساس بوجود مقاهي في أحياء سكنية؟ أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. ربنا يخليك. اسمحي لي بقى حضرتك، معلش نتسلسل كده مع الموضوع بداية بهدوء شديد. اتفضل. مبدئيا حضرتك لازم نوضح نقط مهمة جدا. في تراخيص بتصدر للعقارات على ثلاث أنواع: عقار سكني، وهذا المسموح به أن يكون شقة سكنية فقط لا غير، وغير مسموح على الإطلاق أن يتم تحويل هذه العقارات السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري، إلا بشروط محددة وواضحة تماما، من ضمنها أن بيتقدم بطلب صاحب العقار السكني اللي عاوز يحوله إلى إداري أو جزء منه بطلب للمحافظة، ودي إجراءات بياخد موافقات من عدة جهات، من ضمنها إدارة المرور، من ضمنها الهندسة المرورية، من ضمنها الشرط الصحي، عدة جهات. تمام. وبعد الحصول على موافقة نهائية بيعرض على لجنة اسمها لجنة تعديل الاستخدام لإجراء معينة وتحديد الرسوم، وتديله موافقة أو عدم تديله موافقة. فإذا النهاردة كل المقاهي اللي حضرتك بتتكلم عليها والكافيهات دي كلها موجودة في شقق الدور الأرضي في معظم العقارات ومتحولة إلى مقاهي ومطاعم بالمخالفة للقانون وصريح القانون. الأخطر من ده كله بقى يا مدام أماني إن هذه العقارات في الأدوار الأرضية بيتم التعامل معها وكسر الحيطان وأحيانا كسر بعض الكاميرات الخرسانية، واللي بينتج عنها مستقبليا في مراحل كثيرة جدا انهيار لبعض العقارات. صحيح. لعدم اتباع الأسس العلمية في التعامل. تمام. ثلاثة، ما فيش حاجة اسمها ترخيص لمقهى أو مطعم. في قرار صادر في 82 من محافظة القاهرة، في 83 قرار 22-61 بيحصل إنشاء المطاعم والمقاهي في بعض الأماكن، من ضمنها مثلا مناطق زي مصر الجديدة والنزهة. نيجي بقى نتكلم في مرحلة ثالثة حضرتك النهاردة، وهي على العقارات التجارية والإدارية، اللي هو طلب ترخيص تجاري أو إداري. وتجاري وإداري برضو ده معناها مكاتب إدارية، مكاتب محامين، مكاتب دكاترة، عيادات دكاترة وهكذا. لكن مقهى ومطعم ده له إجراءات خاصة جدا، منشأة سياحية، واللي بيدعي الكل بيدعي إنهم معاهم تصريح من وزارة السياحة. لا، ترخيص من وزارة السياحة ده اسمه ترخيص تشغيل. تمام. وبعدين المفروض بيروح بيه الحي عشان ياخد ترخيص لتشغيل المقهى ومطعم، وده ما بيحصلش زي ما قلت لسعادتك لأن العقار أصلا سكني. فوزارة السياحة المفروض انها بتستطلع رأيي انا وبتاخد رأيي، فهو بياخد تشغيل لكن وزارة السياحة مش عارف ان ده عقار سكني، وزي ما قلت سعادتك المخالفات الواضحة صريحة جدا. نيجي بقى على المعاناة اللي بتوعدنا يعني حضرتك خليني استأذنك بس في حاجة، ده معناه انه في مشكلة في التنسيق ما بين الادارات المختلفة، ما بين السياحة وما بين المحافظة والمحليات؟ يعني مش هقول في عدم تنسيق، هو حضرتك المفروض السيستم هي وزاره السياحه بتدي له ترخيص بتستطلع رايي، او هو بيجي بالتصريح للحي عشان ياخد ترخيص نهائي. زي ما قلت لحضرتك غير مقبول على الاطلاق ان هو يفتح في عقار سكني مقهى او مطعم. طيب. خالف القانون تماما تماما. طيب. التصريح اللي معاهم دي اسمها تصريح تشغيل سياحه. طيب. وبعدين نبدا بقى في الاجراءات اللي اتبعت في ازاله هذه المقاوه والكفاهات. لا انا عايز اقف مع حضرتك، الاول لما بيجي يغير في العقار السكني وياخد فيه سياده اللواء، سامحني للمقاطعه بس هقف عند حضرتك، مضطر اطلع لفاصل سريع وهرجع هنستكمل مع بعض النقطه دي لانها مهمه، لاني كمان نفسي افهم ايه الفرق بين المقاهي البلدي والكافيهات اللي احنا يعني بقت آفة في احياء بعينها في مصر كلها. بعد الفاصل بعد اذن.
بالخير مرة أخرى مع سيادة اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة. سيادة اللواء، كنا بنتكلم على إيه الفرق ما بين المقاهي البلدي والكافيهات اللي بنشوف إن أنتوا بتنضلوا للتخلص منها، ولكن لينا ملاحظات مش قادرين نفهمها، هنحط التساؤل قدام حضرتك. هو حضرتك مفيش فرق يا فندم، هو الاثنين فيهم مخالفات جسيمة. زي ما قلت حضرتك، سواء قهوة بلدي فاتح في منتصف الطريق أو محتل الجزيرة زي ما قلت ساعتك، أو محتل جزء من الرصيف، أو الرستوران أو الكافيه اللي بيقول أنا معايا تصريح من وزارة السياحة. أنا مؤكد لسيادتك مفيش حد معاه تراخيص، لأن لو معاه تراخيص أنا مش هاخد الإجراء ده على الإطلاق، لأن أنا راجل أعي تماما كيف يطبق القانون. لا أستطيع أن أعتدي على منشأة معها ترخيص وأتعامل معها وأكسر أو أهدم فيها، لأن أنا هعتبر راجل مخالف للقانون وغير مدرك لطبيعة عمل. فما فيش فرق بين الاثنين. الفرق إن أحيانا بتاع الكافيه البلدي أو القهوة البلدي بمعنى صح بيبقى فارش في الشارع، فارش على الرصيف، أو الرستوران والمطعم والكافيه في الأحياء الراقية بيبقى بيتعامل مع العقار ويحوله ويستغل بعد كده بقى الرصيف، ثم بالرصيف للجزيرة. طيب تعال حضرتك بقى تفكر على المعاناة اللي بتعانيها السكان في هذه المنطقة من عدم استطاعة أن يركن قدام باب البيت. لو ركن المشرفين على الكافيه من الموقفين على السياحة وعلى العربيات، وركن العربيات اللي هم بنطلق عليهم السايس، بيمنعوهم منع باب وهو ساكن في العقار وفي المنطقة، ويضطر يركن في عربيته في اخر مكان. فارجع اقول لحضرتك ان مفيش اختلاف بين الاثنين، ومفيش حد معاه ترخيص فيهم نهائي. تمام. اضرب لك مثال سيادتك، على سبيل المثال ورا النادي الاهلي في مدينه الشروق خلف المدرسه الثانويه الجويه، جزيره بمسافه 3 كيلو، عرض حوالي 7 متر، مفيش فيها موضع لقدم، عباره عن قهاوي بلدي وقهوه شعبيه، تم ازالتها بالكامل طبعا. طيب. اكمل بقى حضرتك النهارده لمن يدعي انه معه ترخيص وتم ازالته. هذا لا يحدث على الاطلاق. وبعد انا لما بيبدا التغيير في ملامح الشقه، الو، ايوه سامع حضرتك، اتفضل. لما بيبدا التغيير في ملامح الشقه بيبدا الحي يبعت له يعمل له محضر اسمه محضر ايقاف اعمال، وبيخطر بيه رسميا. انا حكيت مثال حاجه ظاهره في منطقه خطوره، خلي بالك حضرتك، بيعمل قرار ايقاف الاعمال وبعمل له محضر رسمي له الرقم ويبلغ بيه، بيستمر بروح اعمل له محضر ثاني واقول له محضر اعاده شيء لاصل، بيستمر بروح مطلع قرار ويعتمد السيد المحافظ بقطع المرافق، وبسحب العداد وبقتل شركة الكهرباء تسحب العداد وتقطع الكهرباء والمية، وفاجئ بقى وكافيهات في منطقة النزهة ومصر الجديدة شيراتون هليوبلس وكافيهات بتدعي انها ذات مستوى منضبط ومعهم رخص، وفاجئ بيهم ان هم سارقين التيار الكهربائي بعد سحب العداد. حلو. وعندي الوقائع بالكامل. وصلنا لمربط الفرس في الحقيقة. ان وصلنا لمربط الفرس. منطقة شيراتون على سبيل المثال، عشان في أماكن بنقدر نشوفها، يعني منطقة النزهة بعد ما المحافظة نزلت وفي حملات موسعة وتم هدم الإضافات مش المقهى، طبعا بالليل، وتاني يوم رجع الحال كما كان ولا حياة لمن تنادي. هنا السؤال وجاي لي من مواطن، هو ليه أصلا؟ أنا متفق مع حضرتك تماما يا فندم. أنا ما بعمل إغلاق وبحط الشمع الأحمر وبيرفع الشمع، للأسف أنا عندي المادة بتعتبر مخالفة حكمها 50 جنيه في المحكمة بس، وده يحتاج، أنا بقول أهو وبنادي على الهواء من خلال حضرتك، محتاجين إن شاء الله تعديل تشريعي، لأن هذه المخالفات الجسيمة اللي بتعرض أرواح المواطنين لخطر، زي ما قلت حضرتك النهاردة، اللعب بأساس العقارات والشقق الدور الأرضي وما ينتج عنها من تداعيات وانهيار لبعض العقارات. أنا بقول بأطالب من خلال حضرتك على الهواء بتعديل تشريعي إن شاء الله بأقرب فرصة، يكون في مثل هذه المخالفات الحبس فيها وجوبي، زي البناء المخالف للعقارات بدون ترخيص. طيب. ينتج عنه انهيار العقارات برضه. فندم برضو خليني أقول لحضرتك مقترح من الجمهور، يعني المقترح بيقول إحنا مش مضطرين لا ننزل شرطة المرافق ولا مدير الأمن ولا أي حد، بتنزل مجموعة ترصد المخالفة ويتم تصوير هذه المخالفة وإبلاغ المخالف، وبناء عليه تتحول لقضية ويدفعوا فيها غرامات كبيرة تصل لآلاف الجنيهات، لأن بمفهوم المكسب والخسارة الناس دي بتكسب، لا تكسير شوية كراسي هيفرق معاهم ولا هدم السلالم والمصاطب اللي بتتعمل عشان يحتلوا فيها الشارع، لأنه حق المواطن. أنا متفق مع حضرتك تماما يا فندم. أنا بقول النهاردة يا ريت بيرس على الكافيه جوه المطعم، ولعلم سيادتك بقى الازالات اللي تمت الفتره اللي فاتت كلها بالنسبه لي على مستوى المنطقه الشرقيه، لم اتعامل مع مطعم واحد او كافيه واحد داخله، انا تعاملت مع الاحتلال للرصيف، الاحتلال للطريق، اعاقه حركه المواطنين. انا هقول لحضرتك
وقع على الهواء، اسمحي لي هقولها معلش قد تكون حساسه وجارحه، جاءتني احدى السيدات اثناء الحمله وطلبت لقائي على انفراد وهي تبكي ودموع في انا تاثرت تاثر غادي. سالتها سبب بكائي، قالت لي انا ساكنه بدون ذكر اسماء الشارع او ترجع من شغلها متاخره بالبيت والعقار في المقهى في داخل العقار، وفوجئت بان بنتي تعرضت لتحرش وهي داخل العقار، واضطريت اسكت انا وباباها وهي حرصا على مستقبلها وعلى سمعتها ولانها مخطوبه. ارجوكم ارحمونا، انا ما عدتش قادر اعيش في المنطقه. ايه التوصيه اللي بتطلبها؟ انا وجوزي اروح اجيب بنتي بالليل. ايه التوصيه اللي حضرتك بتطلبها مننا؟ لانه انا جاتني كم الشكاوي لا تتخيليها. ايه التوصيه اللي مفروض المواطن ايه التوصيه لو انا تقاعدت عن تنفيذ القانون او نفذته في الاحياء اللي فيها القهاوي البلدي وما نفذتهوش في الاحياء الاخرى، تفتكر حضرتك انا هحترم ذاتي؟ لا قدام المواطن حضرتك انا متاكده المصرح. وعندي ثقه، بس إيه اللي احنا نقدر نعمله كمواطنين؟ اطلقنا حمله سميناها عوده الرصيف لاصحابه، من اللي بيعملوا اعلانات تجاريه، من اللي بيحتلوه بالمقاهي، من كل اللي ما بيدوناش فرصه ان احنا نمشي مشي طبيعي. انا مؤيدك تماما، ويا ريت يا ريت يا ريت، لان دور المواطن فعلا. النهارده حضرتك ما فيش دوله في العالم ممكن تستقر وتتقدم بدون القانون واعاده هيبه الدوله. طيب يعني احنا بنوجه نداء للقائمين على إدارة البلد بضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الرصيف، ويعني ما عادش ينفع فكرة الخمسين جنيه، أقل ما فيها 50,000 في الحقيقة. يعني أنا متفق مع حضرتك، والأهم كده بقى ده أنا بحضرتك أنا بطالب من خلالك برضو البناء المخالف على العقارات والتغيير ملامح العقار السكني والتكسير في الحوائط والكمرات أحياناً بدون اللجوء لاي شق هندسي او مستشار هندسي وما ينتج عنه من تداعيات سلبيه لابد ان تغلط فيه العقوبه وبشده وبشده وبشده، لان دي ارواح ناس وارواح مواطنين. النهارده المقاهي دي حضرتك تخيلي بقى حضرتك النهارده بتستمر السهر فيها لاوقات متاخره من الليل، عليها ثروه مصر موجوده عليها، شبابنا اللي هيقودوا بلدنا في يوم من الايام وهيتواضعوا، شبابنا بيروح من المقاهي دي 4 و5 صباحا، تفتكر حضرتك ممكن الشباب ده الثروه دي يقدر بعد كده يقدر يدي انتاج؟ لا انا عندي خوف، ده انا عندي خوف يا فندم. الان المقاهي دي كلها فيها استخدام النار علشان اشعال الفحم، فيها عربيات بتركن لساعات متاخره مجهوله الهويه، فيها شباب مش كله في حاله الوعي الكامل، واحنا بنحارب الارهاب، فين هنا مسؤوليه الامن؟ حاجه بقى ده تاكيد اللي كان حضرتك حضرتك اللي حضرتك نقطه مهمه جدا. اي النهارده مجرم بيقصد تحديد بنك او مكان هيسرقه او هيكتر جريمه قتل في شقه من الشقق، لازم ادرس روتين حضرتك اليومي وتحركاتك، موعد خروجك وموعد عودتك، نظام اسرتك ايه، بتتواجد امتى، بتغادر امتى، بيطلعوا المصيف امتى. تفتكر بقى هقعد في الشارع؟ لا، انا بستخدم هذا الكافيه وهذا المطعم وهذه في دراسه وتحديد اسلوب التعامل مع الشقه اللي هسرقها او هتعامل معها، بل بحنا مرحله في الاغتصاب والقتل. طيب يعني اصلا الموضوع كله تداعياته متشعب بطريقه لا تتخيليها حضرتك. طب انا بس عايزه اسمع من حضرتك رد واحد ومختصر جدا، هل الدوله منتبهه ولكن فقط يعني دراسه الاولويات، ولا الشكوى من المواطنين المصريين يعني ملهاش صدى عند المسؤولين عند الدوله؟ لا على الاطلاق، وانا بقول لك يا حضره انا لا اتحرك من تلقاء نفسي وبس كمسؤول، لا احنا كلنا بنتحرك في منظومه واحده والدوله مدركه تماما، وده توجهات الدوله اعاده هيبه الدوله، الحفاظ على شبابنا، الحفاظ على الممتلكات العامه، منع التعدي على الممتلكات العامه، تطبيق سياده القانون على الصغير والكبير. انا بشكرك. منها 100 خط يا مدام اماني. طبعا. انا مش هطبق القانون في احياء شعبيه ما طبقهاش في الاحياء الراقيه. على الاحياء الراقيه قبل الشعبيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء احمد تيمور نائب محافظ القاهره للمنطقه الشرقيه، شكرا جزيلا لوجودك معانا. والحقيقه احنا هنا قدام الحاله. الدوله منتبهه والدوله تبحث عن الحلول لمواجهة كل المستجدات اللي دخلت، اعتمادا على أن القوانين القديمة التي كان معمول بها في السابق لم تعد تناسب الوضع الحالي، واللي المخالفة فيها 50 جنيه، يعني ولا حاجة، ما تجيش طلب واحد في هذه الكافيهات. المسألة تتعلق بإهدار القوة الشبابية لهذه الدولة،
تتعلق بتعطيل الشباب وإتاحة الفرصة لأي نشاط إجرامي للبقاء لساعات طويلة في الليل، المسألة تتعلق بالأمن القومي كما هي بالحالة الاقتصادية، والأهم قبل الاثنين الأمن الاجتماعي. بعد الفاصل هرجع ومعايا الدور الإيجابي للمواطن المصري، إزاي المواطن المصري نفسه يساعد دولته على الوصول لحل لهذا النوع من المشكلات الاجتماعية. بعد الفاصل. بالخير، بعود لحضراتكم في آخر حلقات هذا الأسبوع، والحقيقة أنا سعيدة قوي لما لقي المواطن المصري إيجابي جدا، عنده حرص شديد على دولته، واخد باله من نوعية حروب الجيل الرابع اللي بنتعرض ليها حتى في أمننا الاجتماعي ده، في استهدافنا بحرماننا من حقنا في الرصيف. بس أنا مش حسيس المسألة، لكن زي ما استعرضناها من الآراء في التقرير، واستعرضناها من آراء حضراتكم في التليفون، ومن موقف الدولة ممثلا في نائب محافظ القاهرة، مهم قوي ان احنا نشوف دور المواطن المصري. ارحب بضيفتي مدام سوزان حسن، وهي واحدة من مواطني حي النزهة في مصر الجديدة. والحقيقة انا مبسوطة إنه المواطن المصري موجود في المشهد ده بعد ثورتين. طبعاً. عايزة أعرف الأول إيه اللي استوقفك، وإزاي انفعلتي، وإيه الخطوات اللي أقدمتي عليها؟ أهلاً بيك الأول. أهلاً بحضرتك. هو طبعاً إحنا اللي استوقفني إن إحنا ساكنين أساساً في حي راقي جداً وهادي جداً، ومن زمان قوي قوي وإحنا فيه من سكان يعني القدامى اللي موجودين فيه. فوجئنا طبعاً من حوالي 3 سنين إنه ابتدت عملية غريبة تحصل عندنا في الحي، إنه ابتدت فتحت كافيه. طبعاً صاروا الناس جداً وقدموا شكاوي وبتاع، المهم محدش استجاب للشكوى دي. فطبعاً لما ما حصلش استجابة ابتدت تعمل إيه بقى؟ ابتدت بدل ما بقت واحدة بقت 2، بقت 3، بقت 4، بقت 5، بصينا لقينا نفسنا في مربع واحد ما يزيد عن 12 كافيه. 12 كافيه؟ في مربع واحد. ده المربع بتاعي، ده فيه كمان ظهر مني وبعيد عني اكتر من كده. كل ده في الحي بتاع حضرتك؟ كل ده في الحي بالظبط كده، ده المربع بقول لحضرتك بتاعنا. 12 مقهى. 12 مقهى. فطبعا احنا بقى يعني الناس اشتكت واتضايقت وراحت قدمت شكاوي كتير جدا وعديده جدا في الحي، بس الحقيقه ما كانتش الاستجابه سريعه. فاللي خلينا بقى كمان يعني اخذنا خطوات أكتر من الخطوات اللي احنا أخدناها، فوجئنا أنها هتبقى ظاهرة. هو في أكتر من كده؟ ده حي سكني فاخر محاط ب 12 مقهى. لا ده كمان في حضرتك إيه؟ يعني احنا فوجئنا أن في ناس بتستعد كمان علشان تفتح تاني، تحويل الدور الأرضي إلى مقاهي وكافيهات. ففوجئنا أن في ناس اوريدي تعاقدت مع 2 تانيين. فإحنا بقى الحقيقة الناس كلها صارت ثورة عارمة. طبعا إحنا قلنا لا ده كده الكلام ده مش هينفع، إحنا مش عارفين نعيش من دول. ما هو ده هيحصل لكم أنتوا إزاحة السكان، مطلوب أنتوا بتدوروا على أماكن تانية. طبعا هنعمل إيه؟ وفي ناس بالفعل عزلت. بس إحنا ما نقدرش نعزل لأن ده مكاننا، وإحنا لازم نثبت إن أنتوا اللي هتمشوا مش إحنا اللي هنمشي، لأن ده مكاننا إحنا الطبيعي. الكافيهات دي مش مرخصة، والمنطقة اللي احنا قاعدين فيها دي منطقة سكنية معروف عنها من زمان ان هي ممنوع فيها نهائي اي تراخيص لمحال مقلقة للراحة. واحنا رحنا جبنا القوانين وسألنا محامين وقدمنا شكاوي في كل حتة في الدنيا. انا سعيدة بالوعي ده. خلينا استعرض معاكي طيب حاجات من الشكاوي اللي معايا. في عندي شكوى للدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. ايوه. قدمتوها فعلا؟ ايوه. طب قوليلي ايه اللي مكتوب فيها كده وازاي تم التعامل؟ دي شكوى مش احنا كمان اللي مقدمينها، دي شكوى ناس تانية كمان مقدماها، يعني انا قدمت شكوى بس هي موصو يعني بعتناها بالبريد. هي فيها توقيع باسماء كتيرة. أيوة. قدامي اهي. وعقار رقم 15 دي وعقار مش رقم دي مش 13. اول شكوى حضرتك. دي زي دول كتير جدا، دي اللي انا قدرت احصل عليها. من بعض ناس، وفي واحدة تانية كمان برضو غير اللي احنا كتبناها. محافظة القاهرة اتعاملت ازاي مع الشكاوى دي؟ ما كانش رد الفعل اللي انتوا تتمنوه؟ نو كومنت، يعني ما فيش اكشن.
فين وفين فين وفين بعد يعني فترات طويلة جدا. أما من حوالي أسبوع أو 10 أيام كان عندكم حملة، نزلت الحملة بقى، نزلت الحملة بكل قوتها، كان فيها نائب المحافظ وكان فيها رئيس الحي وكان عندنا صور من الحملة دي أفتكر بالضبط كده كان في والحقيقة أنا في نقطة مهمة قوي عايزة برضو أكلم فيها، إن إحنا بنشكر مدير الأمن بتاع القاهرة وبنشكر الشرطة بصراحة، وقفت وقفة جامدة جدا الأمن المركزي وشرطة المرافق طبعا فوق الكل وزير الداخلية، بس هي الفكرة إن هم نزلوا وتعبوا تعبوا قوي. أولاً نزلوا بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار، كانت تقريبا حوالي الساعة 1:30 الدور. الشمس واضحة في الفيديو. قاموا بالتكسير وقاموا بالدور بتاعهم صراحة، يعني مشكورين كلهم على المجهود الجبار اللي قاموا بيه. وقلنا كنت فرحتنا غير عادية، ما كناش مصدقين ان ده بيحصل قدامنا. في ناس بكت بتقول اخيرا اخيرا هننعم بالراحة، واخيرا بنلاقي قدامنا تطبيق القانون. احنا كل سعادتنا كانت في تطبيق القانون، لان تطبيق القانون هو اللي هيرجع لنا الراحة وهو اللي هيرجع لنا الامان اللي احنا افتقدناه. للأسف فرحة بتاعتنا ما لحقتش، على بالليل كل الكافيهات رجعت تشتغل تاني. بالليل؟ بالليل مش تاني يوم؟ في نفس اليوم. وقتها ما جاش السؤال قدامك مباشر كده ليه الحملة دي تبقى الظهر، ليه مش بالليل وفي عز الشغل؟ يعني هي المفروض ان الحملة دي لما بتنزل مع ناس بتكون بتطبق القانون هي مش هتستنى وقت معين. انت انسان مخالف ولا مش مخالف؟ ما معكش رخصة. انت لو انسان مرخص لازم لما تعرف ان الحملة دي نزلت يعني معناها ان انت مش مرخص وان ده مش مكانك. بدل ما تتحدى القانون تحدي سافر، روح صلح اوضاعك، شوف انت ايه الوضع اللي انت خلاهم نزلوا كسروا. ما معكش رخصة، مكان ما يصلحش لإقامة كافيه. احنا المكان بتاعنا ممنوع بناء على قوانين، احنا وصلنا ان احنا جبنا قوانين من سنة 54. القوانين دي بتمنع في الحي السكني بتاعكو وجود إقامة أي محال مقلقة للراحة. ليه؟ إيه اللي يعني إيه اللي بيخص المربع بتاعكو؟ المربع ما في مربعات حضرتك دي على حسب القوانين اللي هي بتبقى نازلة بتاعت قوانين البناء. في مناطق بيسمح فيها بإقامة المحلات دي وفي مناطق ما بيسمحش فيها. طيب هم ال 12 وحضرتك بتقولي في كمان جديد أزيد. أيوة دول كلهم في غفلة؟ في غفلة من الزمن واحد ورا التاني. لا ما حضرتك قلت ان دول في الثلاث سنين والثلاث سنين بتوع الثورات بتاعتنا فالدنيا كان فيها. لا 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 وبعد الثورة، لا 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 وبعد الثورة ده في ناس من حوالي 6 شهور. لا بعد الثورة كمان. طيب احنا كان معانا اللي هو تيمور وقال انه يعني جاري دراسة اوضاع الناس دي ولن يسمح حتى اللي رجعوا في يعني بعد الهدم الجزء اللي حصل للتعديات على الرصيف رجعوا عملوا نفس البروز ده مرة أخرى. بيقول إن جاري دلوقتي مرة تانية، لكن الحقيقة هو فجر مفاجأة إن الغرامة 50 جنيه. فأنتي متخيلة إيه؟ لا هي المشكلة مش مشكلة غرامة، هي المشكلة هنا إن إحنا المفروض إن يكون في حاجة أقوى وأكبر من كده. هي الغرامة دي لمجرد فك الشمع، إن هم بيشمعوها فهو بيكسر الشمع بيدفع 50 جنيه وبيشتغل. لا إحنا بنطمح في أكبر من كده. انت قدامك حل من الاثنين، يا اما بتوفق اوضاعك وبتاخد رخصة وبتشتغل بيها مظبوط، يا اما بتقفل خالص مفيش وسط. احنا مش مستنيين غرامة ومش مستنيين ان احنا 50 جنيه ومش مش هنستنى تشميع. لا انت المكان ده مخصص ام غير مخصص؟ هو ده بقى تطبيق القانون. يعني حضرتك تقدري تسوقي عربية من غير رخصة؟ لا مش ممكن. وفي كمان اماكن مرخصه، وحسب انا سمعت تصريح من سياده المحافظ ان في اماكن مرخصه في المهندسين واتقفلت لمجرد انها بتقدم الشيشه. تعالي حضرتك اتفرجي على الشيشه اللي عندنا اللي جابت لنا كلنا امراض صدريه. تخيلي حضرتك المربع ده بكل دول بيدخلوا في نفس الوقت، هتروح فين الدخان بتاعها؟ هيجي علينا. ده بالإضافة طبعا لحاجات كتيرة جدا جدا لو حضرتك عايزة تسمعي منها أسمعك. لا عايزة أسألك أكتر، الحقيقة أن اللواء تيمور طمني في أن الدولة منتبهة وأن هي بتشوف إمكانية تغليظ العقوبة
وإمكانية التعامل مع الظاهرة بعد المستجدات. أنا عايز أسمع منك أنت التوصيف بتاعها، هل بتعتقدي أنه الثلاث سنين المواطن المصري اللي كان بيثور فيهم لتحسين أوضاعه الاجتماعية والبحث عن العدالة و كان فاضي، ولا كان في حد مارق قرر أنه يعني يهد التركيبة الاجتماعية بتاعتنا؟ إيه كل القهاوي؟ إيه الرأس مال ده؟ جه منين ده كله عشان يتفتح في الوقت ده؟ ده شيء غريب جدا. أنا حاسة أن زي ما يكون في حد يعني عايز يبين أن الدولة دي مش هتقوم تاني، حد بيحاول يفسد عقول الناس. لأن أنت دلوقتي بتقول لي أنتوا يعني عملتوا إيه؟ طب أنا هو واتحد، ما هو التحدي للقانون اللي حصل ده نتيجة إيه؟ وده أكبر دليل على أن في حد بيقول لا إحنا هو وإحنا بنتحداكوا، وخلي بالكم أنتوا بتقولوا دلوقتي إحنا دولة قانون، وأنتوا بتقولوا لا إحنا هنتحدى القانون، وتحدوه بالفعل، بس إحنا مش هنسكت. إحنا لازم نرجع هيبة الدولة. إزاي؟ باللي إحنا بنعمله ده، بوقفنا. إحنا لما نقف ونقف مع دولتنا، خلي بالك الشعب المصري دلوقتي ما بقاش زي الأول. إحنا دلوقتي شعب غيور على بلده، إحنا غيورين على بلدنا، عايزين بلدنا ترجع زي الأول. أنت أكبر دليل. أنا بالنسبة لي أنا مبهورة، يعني سيدة ومشغولة ومن حي راقي، وبتروح أنت تجري علشان تفعلي المطالبة بحقك، بحق المواطن المصري. أنا نفسي لما قدمت حضرتك قلت ده النموذج الإيجابي. يعني كتر خيرك، بس فعلا ده مفروض أن أنا يعني ده مفروض أن يكون شعور كل مواطن مصري غيور على بلده وبيحبها. أصل حب البلد مش بالغنى، لا، حب البلد إن أنا أظهر الفساد وامنعه وارجع للبلد هبتها. ليه وصفتي بالفساد؟ لأنه الفساد بيعتبر نوع من أنواع السوس اللي بيوقع البلد من تحت لتحت. أنت شايفة أن الظاهرة دي فيما يبدو كده في حد وراها بينشطها بيفعلها بيكبرها؟ مش بس في الظاهرة دي، في أي حد بيحاول إن هو يهد هبة الدولة. لأ، مش هينفع. دلوقتي هبة الدولة دي أصبحت على عاتق كل مصري. إحنا مش بنتكلم دلوقتي على مجرد كافيهات وبس، لأ، هي صحيح ظاهرة وانتشرت كالسرطان في مجتمعنا، ومش عندنا في مصر الجديدة بس، حضرتك مفيش شارع في مصر ما بيشتكيش من الموضوع ده، وما بيشتكيش من تحويل الدور الأرضي لكافيهات. وبعد شويه نلاقي بعض العقارات بتقع لانه بيتم اللعب بشكل بالظبط، بيضطروا انهم يهدوا بعض الحوائط في الدور الارضي ده. الدور الارضي ده كارثه، ده يوقع العماره كلها. فدي ظاهره غريبه جدا، فاحنا بنقول ان ده نوع من انواع الفساد برضو طبعا، فلازم احنا نحارب كل الكلام ده كله. طب انت وانت بتحاربيه ما حاولتيش توصلي يعني بعد الشكوى اللي هي حضرتك قلتي انت ما كنتيش ضمنها ولكن حصلتي عليها؟ انا مثلا عندي ورقه مش فاهماها قوي اسمها حافظه ارسال المسجلات. احنا بالظبط كده بعتنا بالبريد المسجل لعلم الوصول لمدير الامن ومحافظ وزير التنميه المحليه ومحافظ القاهره والسيد اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، لأن طبعاً دي فيها بيولعوا فحم وبيولعوا حاجات، وفي بعض مشاكل حصلت من التكييفات. طبعاً حصل ماس مرة، فطبعاً الكلام ده كله إحنا معرضين للخطر، لأن الكلام ده كله جوه البيت، جوه بيوتنا. يعني دول مش مثلاً قاعدين بعيد في مكان بعيد عننا، فأي خطر ممكن يحصل يقدروا يلحقوه، لا، دي جوه المساكن، تحتيكي جنبيكي حواليكي. ما ينفعش المنطقه بتاعتنا دي، يعني مش قادره اقول لك ان الشقق فيها غاليه جدا. طبعا فاي حد جاي دافع مبلغ كبير عشان يعيش في المنطقه دي، على الاقل هو مختار منطقه راقيه ودافع فلوس عشان يعيش في هدوء، ما يحسش ان هو دافع فلوس وبعد كده يفاجئ نفسه ان هو قاعد في منطقه بالمنظر ده. وصلتي حسب الورق اللي قدامي لرئاسة الحكومة؟ ايوه. عملتي ايه سريعا؟ قدمت شكوى قد كده برضو بشتكي فيها من الاوضاع بتاعتنا وكده، قالوا لي هنرد عليكي. المفروض يردوا عليكي امتى؟ قالوا لي هنتصل بيكي، بس هم لسه ما اتصلوش. انت بتسلميها على الباب ولا بتسلميها على بسلمها؟ لا، بسلمها على الباب
وبيديني زي وصل صغير كده مكتوب عليه اسمي و هو ده اللي معايا اللي هو اسم المواطن والرقم القومي بالظبط. ده الرد بتاع رئاسة الحكومة المصرية على المواطنة سوزان حسن لما حاولت تمارس حقها الطبيعي في إيصال صوتها إن في تهديد للأمن الاجتماعي في الحي السكن اللي هي بتعيش فيه. والست الحقيقة بتتكلم بمنتهى يعني الموضوعية في وصف الظاهرة. المسألة مش بس إنه في تعدي على الرصيف، لا، ده في تعدي على الشعور بالأمن في استخدام الفحم وإشعاله اللي أدى إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة وجود التكييفات. في حالة التحرش اللي تحدث عنها اللواء، ده حالتين حضرتك، ده هو حضرته يعرف واحدة بس، أنا أعرف واحدة تانية. ده في حالة تانية كمان حصل مع بنت من برضو من الحي عندنا، بس هم للأسف يعني خجلوا إنهم يكلموا أو يروحوا يعملوا محضر أو يعملوا أي حاجة. دي مش أول حالة. وفي أكتر من كده، فكرة إنه هل الدور الأرضي ده هو دور تجاري ولا دور سكني؟ ولو كانت المسألة فك الأختام بخمسين جنيه فهل المسألة تكون مقبولة؟ والأخطر اللي لفتت نظرنا إليه مدام سوزان، هي الدولة المصرية التي تعيش حالة الحرب لديها تفسير منطقي يقول لنا ظاهرة المقاهي اللي اكتسحت شوارعنا وأحيائنا الراقية منها والمتوسطة ومن دون المتوسطة، في حد بيحركها؟ يعني هل ده جزء من أدوات حروب الجيل الرابع هو كمان؟ هل مطلوب مننا في أمننا المجتمعي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من كل التفاصيل دي؟ لو إحنا واخدين بالنا وبنقوم بدورنا، لو المواطن المصري زي مدام سوزان واخد باله وبيقوم بدوره، ماذا عن دور الدولة؟ دلوقتي إحنا مستنيين رد من رئيس الحكومة ومستنيين رد من محافظ القاهرة اللي المفروض بيقول ان دي خطوة هتعقبها خطوات، ولكن هو في انتظار تشريع يغلظ العقوبة. بالنسبة لك ده اداء هادي ولا ده معناه ان استشعارك انت بالمشكلة اللي وصفتيها ان ده في حد عايز يفشل الدولة، في حد عايز يظهرها بصورة الدولة الرخوة اللي شبابها ضايع، في حد بيتحدى هيبتها وسلطة القانون، الرد ده بيقول ان الاجهزة وصلها نفس الاحساس اللي عندك ولا احنا ماشيين في اتجاهين ما بيلتقوش؟ انا مش عايزة اظلم، بس انا شايفة برضو ان في تباطؤ، في تباطؤ. المفروض ان الكلام ده كله في قوانين، هم بيقولوا ما فيش قانون، لا في قوانين، طلعوا القوانين واشتغلوا بيها، مش محتاجين اكتر من كده. القوانين موجودة في الدولة بكل كلمت عن كل حاجة، وحددت احياء معينه وحددت ازاي نعمل ايه ومواصفات واشتراطات. والحقيقه لما نبقى معنيين بالتنميه الحضريه ونبقى معنيين باستعاده القاهره الخدويه، طب من باب اولى نحافظ دلوقتي على اللي عندنا قبل ما يتدهور بالظبط، عشان ما ندخلش حاله الحرب. احنا عايزين نبين يعني اهم ما في الموضوع ان احنا بنقول لا، البلد فيها قانون والقانون اهو بيتفاعل، تقوم تدي احساس للمواطن المصري ان الدنيا اتغيرت. بص يا مدام سوزان، أنا هتواصل مع حضرتك ومع كل الشخصيات الإيجابية في هذا الوطن، لأني عشمانة أن يبقى في ردود من دولتنا اللي أعتقد أنا وفي كتير بيشاركوني هذا الشعور، ربما تكوني وحضرتك واحدة منهم، أكيد. إن مصر الجديدة بدأت. أيوة. ربما أولوياتنا كل حاجة بتاخد مساحتها حسب أهميتها في الترتيب، لكن المشكلة بالطريقة اللي قدمتيها مشكلة حقيقية. أنا بشكرك شكرا جزيلا مدام سوزان حسن، والحقيقة بقول لحضراتكم وأنا بختم معاكم يعني الحلقة وحلقات الأسبوع، بصوا وعي المصريين اتغير إزاي علشان تصدقوني لما بتكلم على إن ظهير هذه الدولة هو النماذج اللي زي مدام سوزان وزي مدام فيفي وزي الأستاذة يمنى وزي الأستاذ أحمد. المواطن اللي عارف كويس قوي ما الذي يهدد أمنه المجتمعي وكيف يدافع عنه. طول ما احنا ماشيين كده حتى لو ببطء شوية، لكن صدقوني في لحظة ما هنوصل وهنحقق الوجه اللي تستحقه بلدنا مننا. إلى اللقاء.